بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده يا جماعة معانا مكنسة ما بتشفطش، شفطها ضعيف جدا زي ما حضرتك شايف، ما بتشفطش ايه، والسبب بسيط جدا جدا جدا، ان هو الفلتر عايز يتنضف. بالنسبة للمكنسة دي، بصوا حضراتكم دي طريقة فك الكيس بتاعها، وان هنفك الفلتر ننضفه. طريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي حاجة. هو ده الفلتر حضرتك اللي عامل لنا مشكلة. شوف حضرتك كمية التراب اللي موجود قد ايه. بصوا حضراتكم، طبعا انا خدت الفلتر ده بالبلاور، نضفته كويس قوي، وبعد كده رجعت ايه ركبته. فطبعا حضرتك ما تستهونش بتنظيف الفلتر او بالكيس، دول بيقللوا الشفط وكتير قوي بيحرقوا الموتور. حضرتك خلي بالك ونضفهم اول باول عشان تحافظ على عمر المكنسة بتاعت حضرتك. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واتمنى من الله ان اكون فدت حضرتك بمعلومة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل الفيديو للآخر.